تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مركز إبداع مصر الرقمي كرياتيفا أسوان الذي تم إنشاؤه داخل جامعة أسوان. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان تفقد فيها مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وثمن رئيس الوزراء الدور الفاعل لمركز مصر إبداع للرقمية ومثيله في أنحاء الجمهورية في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال وتوفير التدريب المتخصص في مختلف المجالات التكنولوجية لطلاب وخريجي الجامعة بما يسهم بشكل ملحوظ في إعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة بالعديد من الشركات الكبرى.